الإسماعيلية. يعني هل هناك حشود في الشوارع الآن بالضخامة التي دعي إليها؟ كم تقدر عدد المتظاهرين حتى الآن؟ الإسماعيلية وضواحيها يعني من 4 إلى 5 آلاف متظاهر. نعم. إلى أقرب مسجد سريعا لنحاول الاحتباء به حتى لو نصاب بالرصاص. نعم. ميساء أرجو أن تبقي معنا ونستمع إلى الصوت الطبيعي من المتظاهرين في ميدان التحرير. عامل مجاعة، الشبعوا الناس وحلبوهم.
هم يجوعنا ويقول لي ما تمدش عينك والاكل قدامك يجوعني، والراجل يروح يسرق رغيف من طابونة ولا يسرق شراب ولا يسرق قميص يكسي جسمه. مين اللي خلى الشعب المصري يبقى كده؟ مين اللي خلى الشعب المصري يتسول؟ مين اللي خلى الشعب المصري ان يتهم بالجبن والخيانة والاستسلام؟ اهو النهاردة اهو ما بيقدرش ينزل ولا واحد فيهم يقدر ينزل، وله له لعب ليس يخنيه. والشعب المصري نظم المرور، والشعب المصري الشباب النهاردة لو شفتيه في ميدان التحرير يفرح، والبنات ماسكة شنطة بتلم الزبالة، والبنات ماسكة شنطة بتنظف وبتنظم. الشعب المصري النهاردة بيتعلم ويعلم العالم كله. احنا مش هنتعلم الا من الشعب، هم ما امنوش بالشعب. ليه النهاردة من 35 سنة ما عايش نائب ليه؟ طب ما هو كان نائب لرئيس قبله، لو دام الكرسي لغيرك ما كانش وصل لك. كل انسان زايل، فهو زايل يا بالموت يا بالاستقالة يا بوجود ان هو موجود 85 سنة ما يعرفش يتصرف في بيته يبقى قاعد ليه؟ النهاردة الشعب المصري اللي موجود وعمله فراغ والامن انسحب بيرجعوه عشان يحميهم عشان يقدروا ينزلوا الشارع. ما بيرجعوش الامن عشان الناس، كانوا عاوزين يعلموا الناس كلها ان الشعب المصري هيقوم على بعضه ويضرب بعضه ويعمل. الشعب المصري النهارده بعد ما سحب البوليس وسحب الامن وطلع البلطجيه من السجون، الشعب المصري وقف نظم المرور. طب المرور شكرا لك. نعم شكرا لك اذا الفلاح المصري على هذه المشاركه عبد المجيد.